دوري المحترفين الحالي. لوبا عالية أمامية خضراوية انطلاقة ممتازة، لوبا أمامية، أوه جول 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 الأول للفريق الضيف في المباراة، الأول عن طريق هداف الفريق إياد العاسم، الرقم 7 يسجل سابع أهدافه في الدقيقة رقم 17 من عمر هذه المباراة مع الكابتن عبد الله الصيداوي. الخضر في أول اللقاءات مع عبد الله يتقدم. شوف اللعبة الماضية مين اللاعب اللي كسر مصيدة التسلل في اللعبة الماضية، غالبا كان احمد شفكان للاعب محمود السويطي. هاي لوبا، هاي لوبا للامام، العاسم مش متسلل هالمره وبيعرض خطيره. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بتسعه لاعبين بتسعه لاعبين يسجل يسجل حازم الريكاوي ويرفض الاحتفال، يسجل في فريقه السابق، ولكن أي تروح أي تروح امتلكها الخضر في مباراة اليوم، غير معقول بتسعة لاعبين يقتل فريق دورنا، يقتل فريق دورا بالهدف الثاني. حافظ حافظ على تقدمه بل زادوا في التوقيت الحالي، واثنين لا شيء اثنين لا شيء مستحقة لهذا الفريق المقاتل. المباراة الآن المباراة الآن يعني هجوم ودفاع، ما في خط وسط. جول 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 جول، لم تنتهي المباراة لم تنتهي المباراة، وتامر الطاطور سادس أهدافه في بطولة دوري المحترفين، يسجل تقريص الفارق لدورة. شو اللي صار في الدقائق الأخيرة وشو اللي جرى؟ واحد لا شيء، ظلت صامدة حتى الدقيقة 88 وفي النهاية هدف لدورة.